اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سوء الظن إيه وان تكون؟ سوء الظن مرض آخر من أمراض القلوب، ربنا يعيننا على إخراج هذا المرض من قلوبنا. سوء الظن ان الواحد ما يكونش عنده حسن ظن بالناس، اي حد يعمل اي حاجه كويسه يبني ان هي يقصد بيها حاجه مش كويسه. يعني انا ذات نفسي بقع في سوء الظن ده، مش عارفه اوصفه بايه. يعني مش لان انا الحمد لله علاقتي بربنا نوعا ما كويسه، بس برضو بيفضل عندي حته سوء الظن دي، فمش هقدر اقول رايي فيه لان انا من اول الناس اللي بتقع في سوء الظن. صفه سيئه، اتمنى الابتعاد عنها وكل المقربين حواليا، ان انا بحاول ابعدهم عنها. سوء الظن هو اللي ممكن بيولد الحروب، بيولد معارك كبيره جدا، ممكن يولد حروب عالميه. يعني سوء الظن ده يعني حاجه بسيطه جدا ممكن تعمل حاجه خطيره جدا. ربنا بيقول لنا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم. ايه هو بقى من الظن اللي ممكن يبقى اثم فلازم نجتنبه تماما؟ اللي هو سوء الظن، اللي هو تعريفه ايه عند علماء التزكيه؟ ان يقع في القلب تهمه بلا دليل، ده سوء الظن. يبتدي يبقى عندي تصور في اتهام بشيء وحش لفلان وما عنديش دليل. ممكن الإنسان يبقى عنده ظن سيء بحد متحقق، يعني حد مثلا بيقتل وبيسرق ومعترف بذلك، فأنا ظني بيه سوء. بعض علماء التزكية قالوا سوء الظن هو غيبة القلب، زي ما اللسان بيغتاب القلب بيغتاب جوه كده، بيبقى عنده تصور معين عن حد وحش. ومن هنا هتلاقي الآية الكريمة جواها الكلام عن الغيبة، لأن القرآن الكريم هنا ربنا بدأ بالمرض ده ثم المظاهر التي قد تصدر عن المرض، الأعراض بقى. هتلاقي الآية حتى إيه، ولا تجسسوا. أهو الواحد ممكن يبتدي يسيء الظن بحد وتقع في قلبه تهمة بلا دليل، فيبتدي يتتبع عورته زي ما قلنا في السخرية والهزء، فيتجسس لأنه مش عارف يجيب المعلومة فينخور يخش عايز يجيبها. هو ده سوء ظن أدى إلى تجسس وأدى إلى غيبة. أكتر صفة ما بحبهاش أبدا أبدا أبدا، يعني بالعكس هي بتعذب الإنسان نفسه قد ما يعذب بها غيره. يعني الحقيقة أنا شخصيا وربنا سبحانه وتعالى يثبتني ويرفعني وهي نعمة من ربنا، أنا دايما بحاول قد ما أقدر يكون عندي حسن ظن بالناس، وبعد كده هو يثبت العكس. بس دلوقتي للأسف الجو العام تخويني شوية، مع إن المفروض أصدر النية الحسنة. أنت لازم طول الوقت تبقى مبدي ده، التنس لأخيك يعني 70 عذر، عندك 70 اقعد تقول يا أخي يمكن يكون مش قصدي، يا أخي يمكن يكون كذا. بتلاقي ناس ممكن تصدق على واحد علشان حلق شعره عند واحد كان حاطط علم أمريكا بقى مش عارف إيه. الكلام مبالغ فيه زيادة عن اللزوم، وبندور لبعض بعدسة مكبرة على حاجات ونبدأ نكررها. تبقى قاعد في حتة وتلاقي شباب بيبدأوا يكرروا الكلام ده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كده، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. بص الجمال القرآني، أحلى حاجة الواحد يتأمل القرآن الكريم وجماله في شهر القرآن الكريم، في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيتعلق بالقرآن الكريم فيعيش بقية 11 شهر متعلق بذلك الجمال، فيعيش حياة قرآنية عظيمة فيها رقي، فيها اجتناب لكل هذه الأمراض وتحلي بكل الصفات المحمودة. فلما نتأمل جمال القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا، شوف ربنا سبحانه وتعالى العليم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو عارفنا كويس. ما قالكش اجتنبوا الظن، قالك اجتنبوا كثيرا من الظن. في حاجات ضرورية وفي حاجات بتحصل غصب عننا، لكن في نسبة كبيرة قوي من الظنون والكلام ده نقدر نكتنبها، دي اللي لازم نشتغل عليها. وبعدين ما قالكش إن الظن إثم، قالك إن بعض الظن إثم. هنا تلاقي برضو سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولك إيه، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
انك تتكلم عن حاجة بلا دليل، تتكلم عن حاجة من غير ما تتحقق منها، ده كذب، ده افترى. لو باللسان ده كذب لسان، لو بالقلب ده كذب قلب، والعياذ بالله. اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. مثل صارخ على سوء الظن وضرره بالمجتمعات اللي حصل في 18 يوم بتوع الثورة، الظن اللي بعض الناس ظنوه باللي في الميدان، ده كان مثال صارخ على سوء الظن. لما يطلع حد نطلع إشاعة وهي كانت متعمدة، انه في كنتاكي وفي ادي اعلانه، في وجبات لمطعم معين وفي مش عارف ايه ويورو وانت عارف بقى الحاجات دي كلها، هو سوء ظن في الثورة، لان الناس اللي اساءت الظن هم متعودين طول عمرهم على طريقة تفكير معين، فهو شاف ازاي واحد ممكن يتحرر، ازاي واحد ممكن يقول لا، ازاي واحد يقولك لا انا كرامتي تيجي قبل كل حاجة، يقولك ده ممول، ده عميل، ده وحش. كل الكلام اللي كنا بنسمعه ده، طب ما هو ده كان ايه؟ كان سوء ظن، كان اتهامات وقعت في القلوب بلا دليل، أدت إلى إشاعات. الإشاعات أدت إلى أنه ناس كتيرة جدا منهم رموز في المجتمع بدأوا يشتموا ويغلطوا في ميدان التحرير، وإدوا النظام الفاسد تصور أنه ممكن يصمد لأنه ظن أنه معاه ناس، لكن طبعا أبى الله غير ذلك، وأدى إلى انقسام معين في المجتمع. إحنا نحن إلى الآن بنعاني من أجزاء منه، كل ده الإشاعات دي والانقسام ده والتأخير ده والدماء، الدماء اللي أريقت بسبب الإشاعات دي. شوف الشهداء اللي استشهدوا وكل الكلام ده ناتج عن إيه؟ عن إنه في ناس أضمرت سوء تجاه ميدان التحرير بلا أي دليل. آدي سوء الظن، آدي الإشاعات، آدي اللي إحنا عشناه في 18 يوم. مثال صارخ. لو إحنا عايزين نجري لقدام، إحنا في حديد مربوط في رجلينا، إن كل شخص بيشك في الشخص الآخر، وسوء الظن من جميع الأطراف في بعضها، وتلاقي جوانب ناس كلها كانت متفقة على حاجة بقت كلها دلوقتي متعارضة متنحرة، كأن واحد شعره بيشد في كل شعره في اتجاه، فمعطلانا كلنا. وعشان كده التحقق والتبين والتثبت، ان انا اتأكد من المعلومة اللي بتجيلي دي، نقطة مهمة جدا 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 في علاج سوء الظن. يعني تعالى ننظر الى الآية الكريمة برضو في سورة الحجرات. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة مش أوضح من كده، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني مفيش أوضح من تطبيق الآية الكريمة دي على كل حاجة في الدنيا، ودلوقتي على المثال اللي احنا عشناه. تعال بقى نضيف حتة، مين البيج بوس كده، الرأس المدبرة بقى للعب الشغلانة دي كلها؟ مش كام على فرض؟ الإعلام. الإعلام، انا بحزن لما ببقى قاعد احيانا وناس يطلبوا مني ان انا اتكلم معاهم مثلا عن الآية الكريمة دي، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بحزن ان انا بضطر اقول لهم يا جماعة على فكرة ممكن تنطبق برضو على اعلامنا مش بس على افراد المنظومة. ده مش معناه ان هي كلها كده، في ناس زي الفل، واظن الناس تعرف ليه اصدقاء كتير في الاعلام، لكن لسه ما وصلش الاعلام لدرجة ان هو مصدر ثقة، لما بيجيب الحاجة محتاجش ان انا اتأكد، ده لما تيجي منه معلومة المعلومة سليمة. لا أبدا، أظن بالذات الناس، ما هو كتير من الرموز دول اللي طلعوا قعدوا بعد كده يعيطوا يقولوا احنا ضللنا، احنا طب ده ما انتم ما طبقتوش الآية، جالكم فساق بأنباء ما تبينتوش منها فأصبحتم على ما فعل، أصابتم قوما بجهالة فأصبحتم على فعلتم نادمين. فدي نقطة مهمة جدا، انه الكلام اللي بنقوله ده منطبق على أفراد وفصلنا فيه شوية، لكن منطبق كذلك على وسائل الإعلام. ووسائل الإعلام ده في الآخر إيه؟ ما هو الأجهزة دي مشتغلش لوحدها، في أفراد بيحركوها. فإذا الكلام اللي هيغير الإعلام تغيير أفراد اللي في الإعلام، اللي هيغير الأفراد اللي في الإعلام تغيير القلوب. ولذلك ده مرض من أمراض القلوب سوء الظن، محتاجين نلتفت إليه جدا برضو علشان ينصلح حالنا. موقف الإعلام كان موقف للأسف الشديد، كان موقف فاسد، كان يظن للآخرين، وكان بيذكر إن دول ناس بياخدوا فلوس، وناس بتديلهم وجبات من كنتاكي، وناس 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 وناس، وفي النهاية طلعوا خير شباب مصر، احسن شباب مصر موقف التحرير. في ناس بتتصور ان الحكايه دي انتهت مع سقوط النظام الفاسد السابق،
لكن احنا طبعا بنعيش وانتوا عارفين كلمة فلول، كلمة ما كانش حد عارفها فجأة بقت كلمة مشهورة وكله بيقولها فلول فلول فلول. بس الشاهد من الكلام ايه؟ انه في ناس الى الان بتتعمد برضو في الكلام برضو اليه، يا من بتسيء الظن باخرين فبتتعمد ترويج اشاعات وبلبلة المجتمع اياك، هتصبح على ما فعلت نادما. دي نقطة. لكن حتى لنيته احسن من كده، ويمكن يكون مش قصده يبلبل ولا حاجة، انت ممكن تكون بتبلبل من غير قصد وانت مش قاصد. ازاي؟ بانك ما بتتحققش، ما بتتبينش، ما بتتثبتش من المعاني اللي بتجيلك تسمع حاجة عن حد. عارف ابسط حاجة تخلي الانسان يتحقق ويتثبت ايه؟ النية الحسنة، حسن الظن. اللي بيسمع حاجة وحشة عن حد ده نوعين، نوع نفسه الحاجة الوحشة دي تطلع صح، نفسه كده، ونوع تاني نفسه ما تطلعش صح. النوع الاولاني شراني، نفسه يشوف الشر في الدنيا، نفسه يشوف المؤمنين مثلا او المتدينين بيعملوا غلطات عشان يبرر لنفسه هو عدم تدينه، ده نوع. النوع التاني حقاني بتاع خير، نفسه يشوف مراد الله على الارض متطبق، نفسه يشوف الناس كويسة، فلما يسمع حاجة وحشة عن حد بيتمنى انها ما تبقاش صح، فبيدور عشان يتأكد ما بتطلع مش صح، والحمد لله طلعت مش صح، شتان بينه وما بين واحد تاني يتبين طلعت صح، الحمد لله طلعت صح، يلا بقى نشتمه ونفضحه. الله الله الله، ايه ده؟ ان سعيكم لشتى، ربنا بيقول كده للبشر، ده ماشي في طريق وده ماشي في طريق.